السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة إلى كل متابعي في بقاع العالم، ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. درس اليوم إن شاء الله كيفية رسم الحصان باحترافية ودائما بسهولة، فشدوا معي الرحال وتابعوا معي. في البداية أحبابي لون السماء، وغادي نحاول ندير خلفية ديال منظر طبيعي فيها أشجار ومروج لتحت. لاحظوا لون السماء الأزرق والبنفسجي، ثم لون العمق أو الظل بالأسود والأخضر، وحاولت يعني نغير اللون لتحت، يعني غتكون مروج لتحت. لاحظوا الآن غنبدأ في الإضاءة، يعني غنختصر لكم الشرح ديال الخلفية ديال المنظر، لأن المهم عندنا هو أننا غادي نرسمو يعني حصان أو كيفية رسم حصان. لاحظوا الآن باللون بيستاج أو اللون الفستقي كنبدا ندير في أشجار وأعشاب وحشائش، ثم لاحظوا الآن غادي ندير يعني واحد المساحة خليها لتحت باش ندير مروج تحت بطريقة يعني أفقية. لاحظوا بالفرشات وباللون الفستقي بيستاش غادي نبدا ندير في حشائش ومروج. لاحظوا باللون بيستاش درجة أولى، ثم اللون بيستاش درجة ثانية، وكنضيف دائما الأصفر والأبيض باش نعطي للون الأخضر إضاءة قوية. لاحظوا المساحة اللي خليت ديال لون الظل باش تبان المروج لتحت والأعشاب الفوق. لاحظوا المنظر يعني بسهولة أحبابي وببساطة. ثم اللون الأصفر الأخير اللي غيعطي الإضاءة في الأعشاب الفوق والتحت في الحشائش أو في المروج لتحت. لاحظوا بخطوط يعني عمودية صغيرة. غادي الآن غنبدأ نخطط أو نأطر في الحصان، غادي نقيس ولا غادي نوهم بخطين متوازيين، ثم غنبني عليهم يعني الشكل ديال الحصان. لاحظوا الخطان المتوازيين، غنهود واحد الخط مائل باش ندير الوجه ديال الحصان، ثم الأرجل بكل بساطة، ونأطر المنظر ديال الحصان ونبدأ في التلوين. لاحظوا غادي ندير مهر كذلك ابن الحصان بشكل بسيط، ثم نعود نأطر مرة أخرى باللون الأسود باش يبان لي الشكل والأبعاد ديال الحصان. لاحظوا بالصباغة السوداء. ثم الآن غنبدأ في الطلاء ديالي والتلوين اللون البنفسجي والأبيض. لاحظوا الدرجة ديال اللون البنفسجي والأبيض، يعني اللون البنفسجي فقط ثم اللون الأبيض. اللون الأزرق درته هنا يعني كتجربة، يعني غادي نغطيه باللون البنفسجي من بعيد. علاش؟ لأنني بالي الانعكاس ديال ألوان السماء في الحصان، ولكن هذه المسألة أحاول نجربها فقط، ما تديروهاش أحبابي، لأن الأصل هو أنني غندير طلاء باللون البنفسجي في الحصان كامل. لاحظوا اللون البنفسجي غادي نعمم به الحصان باش من بعد نبدأ في التفاصيل. وغادي ندير ثلاثة المراحل. المرحلة الأولى الترميد، هنا الشكل ديال الزركشة اللي كاينة في الحصان، الأحصنة ديال أمريكا اللاتينية ديال الهنود الحمر. هاد الأحصنة يعني تعجبني، يعجبني رسمها. لاحظوا اللون الأسود اللي غندير به الزركشة اللي كاينة في الحصان، ثم اللون البني من الفوق. قلت المرحلة الأولى الترميد، يعني غنبدا نحدد في الظلال ديال الحصان، ثم من بعد غنبدا في الإضاءة، ومن بعد غندير التحديد الكامل يعني الفينيسيو ديال الحصان. ومراحل سهلة أحبابي كيف ما غتشوفوا. لاحظوا الآن اللون الأسود واللون البني من الفوق، ثم الآن جبت اللون الأزرق والبنفسجي والأسود، وغنبدا نرمد ونضلل في المناطق المضللة. لاحظوا معايا الزوايا والمناطق اللي كنضلل فيهم
في الحصان وفي المهر، يعني من كل جانب أيمن كندير التضليل، وغالبا ما كيكون التضليل على الجانب الأيمن في مثل هذه الوضعية ديال الحصان. لاحظوا كيفاش كنعطي للون، ودائما كنضرب اللون أحبابي ونعطيه مساحة باش ما يبقاش منحاصر على شكل بقع، لأن الغاية من اللون هو التوزيع ديالو بشكل معقلا وجميل، واللي كيعطي للشكل بعد ثلاثي. لاحظوا اللون فين كان نحطه في الترميد ولا في التضليل باش يبان، تبان الإضاءة لوحدها وتبان يعني الترميد والتضليل لوحده. ولاحظوا اختاريت هذا اللون لأن اللون يتناسب مع اللون البنفسجي كيف ما شفتوا. ثم من بعد غادي ندير اللون البنفسجي والأحمر. الآن ما زلنا مع اللون الأزرق والبنفسجي والأسود. ولاحظوا دائما الزوايا اللي قلت لأحبابي فين كنرمد وفين كنضلل، وكنوزع دائما بالفرشات كنوزع اللون، كنعطي مساحة أكثر، ما يبقاش منحاصر في زاوية فقط، يعني كنشسع اللون وكنوسعه. لاحظوا بهذه الضربات بدا شيئا ما كتبان الشكل أو يعني التفاصيل ديال الحصان. لاحظوا بنفس اللون أحبابي كنبقى نوزع يعني وندمج في اللون، وأحيانا كنعطي للون قوة بإضافة شيء من الأسود قليل على الجوانب. الآن تضح لي يعني المعالم ديال الترميد في الحصان ديالي. غادي نبدأ المرحلة الثانية وغادي نضيف إضافة أخرى للترميد باللون البنفسجي والأحمر. لاحظوا الآن البنفسجي والأحمر إن صح التعبير اللون القرمزي، لأن اللون القرمزي كما سألني أحبابي كيفاش ممكن يعني نجهزوا اللون القرمزي. القرمزي خليط من البنفسجي والأحمر هو هذا، وكنضيف عليه اللون الأبيض لتخفيفه. لاحظوا التخفيف دي اللون القرمزي، ولاحظوا الزوايا اللي كان يعني كنحط فيها اللون القرمزي كيبين نفسه لانعكاس كذلك ديال الالوان على الحصان. لاحظوا الزوايا اللي كندير فيها اللون دائما بجانب الترميد او بجانب اللون الاول اللي درت ديال البنفسجي والاسود والازرق. ودائما احبابي كنوزع اللون، يعني ما كنحطوش في مكان، اعيد ما كنحطوش في مكان لوحده، كنوزعه بشكل يعني معقلا حتى ينسجم الألوان مع بعضها البعض وتعطي انعكاس في المنظر وفي الشكل ككل. لاحظوا الآن اتضحت لي معالم الترميد في الحصان مع إضافة للون القرمزي. لاحظوا الضربات ديالي. الآن غنبدأ في الإضاءة. قلنا يعني الشكل الأول أو المرحلة الأولى درت الترميد أو التضليل، المرحلة الثانية غندير الإضاءة. الآن الإضاءة باللون الأبيض، ولاحظوا اللون الأبيض كيفاش غيعطي لي الشكل واحد البريق، واحد يعني غيفصح على الشكل العام ديال الحصان. لاحظوا اللون الأبيض كيفاش غيعطي الإضاءة. وهاد المراحل أحبابي اختصرتها لكم باش ما يجيكمش الرسم صعب، لأن غالبية أحبابي غيشوفوا الرسم والدقة ديالو والقوة ديالو يعني غادي يعكزوا باش يرسموا بحالو، وهو في المراحل ديالو السهلة. كنتمنى من الله تتبعوا يعني الفيديو من الاول حتى الاخر ديالو. لاحظوا اللون الابيض وكيفية يعني توزيعه في الشكل وفي المنظر بطريقة معقلنة وجميلة. لاحظوا اللون الابيض كيفاش غادي يترجم ان صح التعبير الشكل ديال الحصان. لاحظوا اللون الابيض توزيعه بشكل معقلا فوق، لاحظوا الفوق على ظهر الحصان، ثم غندخل به في الالوان السوداء باش يعطي انعكاس ويعطي واحد ضربه ديال الضوء كما يقال، او لسعه ديال الضوء في الجوانب ديال الالوان السوداء. لاحظوا كذلك كنحاول ما امكن نعطي للاضاءه للمهر،
اللون الابيض والشعيرات او الشعر اللي كيكون على راس على رقبه الحصان، لاحظوا بلا ساعات من اللون الابيض، وكنخلي دائما واحد المساحه ديال اللون المضلل اللي درت في الاول. لاحظوا اللون الابيض والتوزيع ديالو، يعني غادي نعطيه واحد الوقت وغنعطيه مساحه في المنظر، لانه هو الفارق، اللون الابيض هو الفارق في المنظر. وغتلاحظوا احبابي كيفاش غيعطي اللون الابيض للشكل واحد يعني واحد القوه واحد البريق. بنفس الفرشات، يعني ما غيرش الفرشات، وبنفس الطريقه غادي نحاول ندير الشعر ديال الحصان على الجانب، ونخلي دائما داك اللون البنفسجي منعكس مع اللون الابيض، وعاطي كذلك القوه للون البني والاسود لتحت في الزركشه ديال الحصان. غندخل دائما باللون الابيض تحت، ولاحظوا فين وضعت اللون الابيض على ظهر المهر وظهر الحصان، يعني نفس الوضعيه اللي فيها اللون الابيض في المهر وفي الحصان. ثم غندخل الان باللون الابيض في الزركشه، لاحظوا كيفاش غتعطي كذلك الانعكاس والاضاءه. ثم غنضرب بضربات اللون الابيض، ثم غندمجو بالاصبع باش يعطي كذلك واحد لسعه وسطعه ديال الاضاءه وديال اللون، دائما مع اللون الابيض والفرشات الرقيقه اللي كتعطيني يعني الاصلحيه في رسم الزوايا الضيقه. نزيد ناكد اللون بتكراره باش يبان اللون الابيض قوي، لان اللون الابيض في الاصل قوي في الاضاءه جدا وكيبين جميع المناظر. لاحظوا كندير لساعات باللون الابيض باش تبان الاضاءه من كل الجوانب، كذلك هنا لاحظوا وبالاصبع كندمج. ثم من فوق الرقبه كنجيب الشعر ديال الحصان بالفرشات الرقيقه الجميله، غادي نعطي يعني على المساحه القاعده ديال اللون الابيض من الفوق، ثم غنبدا نجر بفرشات رقيقه من بعد الشعيرات ديال الحصان. لاحظوا غنكون على يعني الاساس ديال الشعيرات، ثم بفرشات المروحه الان اللي غادي نقلبها على يعني راسها باش تعطيني دوك الخطوط الرقيقه. لاحظوا الشعيرات والضربات ديال الشعيرات باللون الابيض، ولاحظوا احبابي لاحظوا اللون الابيض والقوه ديالو والسحر ديالو في المنظر، وكيفاش غيترجم ليا المنظر حتى يصبح ببعد ثلاثي. وحاولت نختصر لكم المراحل احبابي باش ما تلقاوش صعوبه في رسم الحصان، يعني ثلاثه المراحل، عقلوا عليها احبابي. المرحله الاولى الترميد، المرحله الثانيه الاضاءه، والمرحلة الثالثة هي الفينيسيو، كيف ما كنقولوا بالدارجة الفينيسيو أو التحديدات الأخيرة اللي غتعطيني الشكل الأخير ديال الحصان، دائما مع اللون الأبيض. لاحظوا اللون الأبيض كيفاش كيدخل في الإضاءة، أو كندير سطور على الجوانب باش تبان خارج الشكل ويبان المنظر ديال الحصان طبيعي واقعي. انا حاولت ما امكن نختصر فقط، اما التفاصيل ديال الرسم قويه، ما بغيتش ندخل احبابي في المتاهات ديال التفاصيل باش ياخذوا المهم وياخذوا الخطوات المهمه في رسم الحصان. اللون البني مع اضافه اللون الاصفر كريم على البني، كذلك غنضيفه على ظهر الحصان. لاحظوا لاحظوا المساحه اللي كنعطي للون البني خفيف مع إضافة للون الأصفر كريم، وغنوزعه بشكل جميل. لاحظوا في جميع يعني البقع السوداء اللي درت هنا باش يبان انعكاس اللون البني على اللون الأسود بطريقة جميلة ورائعة كيف ما كتشوفوا. ثم اللون الكريم أصفر كريم، وللذين أحبابي يسألون عن الأصفر كريم، هو هذا اللون الأصفر كريم. لاحظوا لون أصفر كريم، يعني لون طبيعي جميل كيدخل في التركيبة ديال الألوان الصفراء، وهو من عائلة الألوان الصفراء. لاحظوا التحديدات الأخيرة اللي كنخدم عليها، وباللون الأزرق
كذلك اللون الازرق والبنفسجي والابيض، غندير تحديدات وضربات كذلك ديال الاضاءه فوق اللون البنفسجي والاحمر والبنفسجي باش يعطيني اكتمال لمنظر الحصان. لاحظوا ثم نفس اللون اللي بديت فيه اللون الازرق والبنفسجي والاسود، غنزيدوا اللون الاسود والاصفر باش يعطيني واحد اللون قوي ويعطيني انعكاس حتى ديال الاعشاب وديال المروج اللي في الخلفيه. لاحظوا ويكتمل ليا المنظر بالاضاءه ديالو على الحصان. ثم غنديروا في الجوانب الاولى اللي ضللت بها، يعني البلايص اللي ضللت فيهم في الاول، غنعاود نكرر بهم اللون اللي درت فيه خليط من الاسود والازرق والبنفسجي والاصفر. لاحظوا غنعاود نقوي اللون الابيض، نزيدوا قوه لان اللون الابيض مهم في المنظر ديال الحصان باش يبان الحصان مضيء اكثر وقوي في الواجهه ديال ضربات الضوء كيف ما كتشوفوا. لاحظوا بنفس اللون ديال الظل اللي درت الاخر، غادي نحاول ما امكن نرمد ونعاود الترميد باش نقوي اللون ديال الترميد وتبان الاضاءه منسجمه مع الترميد، ما يغلبش الترميد وما تغلبش الاضاءه حتى يكتمل المنظر كله. كندمج بالاصبع باش ندخل اللون في اللون وتبان الاضاءه. يعني ولا استرسلت احبابي في التفاصيل، راه غادي يعني غادي يكون الفيديو طويل وانا ما بغيتش لكم الاطاله، باغي لكم الاستفاده فقط باش تتبعوا الخطوات المهمه لكيفيه رسم الحصان. لاحظوا كندير التضليل كيف ما كتشوفوا في الجوانب، لاحظوا التضليل، لاحظوا تحت في الارجل في الزوايا ديال الارجل وفي زوايا الظل والداخل كذلك تفاصيل ديال العضلات ديال الحصان وهكذا. يعني التحديدات الاخيره والفينيسيو ديالي بكل بساطه، الاضاءه كذلك اللون الابيض كنحاول نعاود نكرره من جديد باش يبان اللون قوي ديال الاضاءه. لسعات خفيفه وضربات باللون البني الخفيف المضيء، كندير شعيرات ديال الحصان وبفرشه رقيقه كنضرب ضربات خطوط مائله وافقيه وعموديه كيف ما كتشوفوا باللون الابيض كذلك. وبهكذا يعني كنبدا نفيني ونحدد في التفاصيل الاخيره باش يكتمل المنظر ككل، المنظر ولا اروع بخطوات بسيطه احبابي كيف ما كتشوفوا. احبابي في الله، كنتمنى من الله تكون الحلقه نالت اعجابكم واستفدتوا من الدرس. خطوات سهله احبابي، ما تنساوش الاشتراك في القناه، الضغط على زر لايك والبارطاج بين احبابكم واصدقائكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.